السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشروني عنكم يا جماعة. هذا صديقي حمد بن جروان، جعل ربي يا مرحبا بك، هابشر يا أبوك الله يصلحه، اللي يتعلم أنا منه كل علم طيب. غايب له فترة عن السوشيال ميديا، ودق عليه وارسل له وأنا عادره، قومها تعبه اللي هو فيه، جعل ربي يجمع له بين الأجر والعافية. يوم قمت من النوم فعينت له رسالة، يعني فوق التعب وتعب العناية والغيبوبة والمنع من التواصل الاجتماعي والمنع من الناس، ترسل لي يعتذر، اعتذر، السلام عليكم، اعتذر. وجاي يا اخوان، انا ترى قاعد اصور، وانا والله يجيك واحد يشكي يقول انا فيني. راح تتابع دكتور حمد بن جروان، تعرف العافية اللي أنت فيها والنعمة اللي أنت فيها. أسأل الله في هذه الساعة أن جعل الله ربي يشفيك يا حمد، وأن الله يعوضك وجعل ما أصابك تكفيرا لذنوبك. أسأل يا أخي، والله ما أعرف وش أقول، لكن جعل الله ربي يعافيك في ذا اليوم. طبعا هذا فريق خليها على الله، فريق خليها على الله. الان رايح البيشة عندهم برا، فريق قاعد يلعب بالحظ. اكوي خرب بيتهم، اسم على مسمى، يعني امكانيات فريق معروفة، فريق خليها على الله. طبعا ارحب فيكم بفريق خليها على الله، معكم المدرب الكبير لفريق خليها على الله. نبغى لعب كيف، نبغى اداء رجولي، نبغى ايش في حال، ركز معي، نبغى ايش، اداء رجولي، صح سمعي ولا لا؟ نبغى دق نظيف، دق نظيف، اللي ما يلعب ترى راح مسح به هنا، صح صح يا فيحان حبيب، ليه لعب الخدق ذا ما بيه، انا ابغى لعب واداء، لعب دق نظيف، خلاص ولا لا؟ كيف سالم حبيبي، اثق فيك حبيبي، اللي تشوفه اقلع اقلع، شيل شيل، بس شيل شيل رجل، شيل رجل، كيف شيل ايش، شيل رجل حبيبي، هاي انا اثق فيك الحارس حبيبي، اثق فيك، ترى الفريق كله عليك، يلا يلا حبايبي، بالتوفيق، وانا معكم راح اعطيكم التعليمات، الاداء هنا كل شيء عندي، تفضل تفضل. اوف الحمد لله ونشكر يا ضيي، توني تنسى لعبن كايف ولد، لعبن كايف ما هنا على الله، الفريق خليه على الله، بنبدله ما هنا على الله. انا فهمت، وانا برا تكون يا ضيي، اوف لا لاعب كيف، وقد دفقه تراني يا رجيل. الله يعطيكم العافيه جميع فريقنا وفريق الشباب اللي لعبنا ضدهم، والله كانت مباراه جميله جدا، بس في اخر الثواني انا ما ادري كيف فزنا، والله الداهيه قلبنا الطاسه، قلبناها عليهم، نابها عليهم وعلي الحرام يا كل شغل. يا اخوان اسمعوا، اقسم بالله اتصبر الحكم، وانتهت المباراة، عاد اغلب العيال نزلت تيشيرتات اقول عيال العبوا العبوا، خلنا نلعب خلنا نلعب، قال لا انتهت، من اللي فاز يا عقب؟ خرينا على الله، خرينا على الله، حكم من اللي فاز؟ قال انت فاز، ما عاد انا اقدر نتنفس، خرينا على الله يا رب، كيف تنفس؟
كيف فوز؟ والله جاء اسالك بالله كيف فوزنا؟ تكتيك الداهيه والله رجال علامك يا ولد خير يا رجال. هذا ولا عيال عمي سعود عايض ومبارك جالسين يعني درجة الحرارة 40 جالسين جنب الضب كي. سبحان من خلقكم. عبد العزيز طيب كيف حالك؟ مرحبا بك. مرحبا يا مناحي طيبين. تسمى فضفضة صباحية وفي غالب الأمر أنها نصيحة. بعض الأحيان القلب اللي يتهرج طرى علي حياة أبوي جعل الله أبوي في الجنة. طبعا هذه سنة الله دائما اللي سلفت كلنا أموات عيال أموات لكن من واقع معنا أبوي جعله في الجنة ما تمتع في حياته ما استأنس. لا هو بودنا أنه يهملنا ويروح خذها الموت خذها الحي القيوم. طبعا الوالد جعله في الجنة مات في حادث عام 25 تقريبا عمره 38 سنة ما استأنس في حياته ولا راح ولا جاء. أذكر الله أني أذكر وأنا ودع رحنا لخوالي يوم عيد وتعطل بنا الموتر قاعد يضحك ويعاين فينا يعاين كنا كل ابونا في غمارته وحده تتسم حقت مطلق جعل الله مطلق في الجنة هذا باقي ولد عمي توفى الله يغفر له. كان يعاين فينا ابوي ونقول يا ابوي احنا ما عدنا برايحين يعني ما انا معيدين مع خوالي. قال يعيش راسي يا ابوك وانا خلي حياتكم كل ابوها عيد واشتري لكم سياره ووديكم ومشيكم. اي والله طرت علي قبيل وانا والله امشي هاي رجلي اقول لا اله الا الله. كان الموضوع ذا له فوق 20 عام ما نسيته كيف طرى علي اليوم. فغتنم تواجد ابوك لو ان ابوك فيه اللي فيه ابوك يا ولد ابوك من يوم تب الهبوب اللي تجيب طريق لبيك وسعديك وامر وش تبي و... يا ولد عط ابوك غيرك ما عنده والله اني صادق ابوك وقتك لابوك. لا تظهر من البيت لين يرقد الشاي لا تزعله لا 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 ترد له طلب لا تضيق خاطره شيء يزعل خاطر ابوك جنب عنه. اي والله ولم ولم عاد انا عندي البطله نور حميده الله يطول عمرها لكن طرها موضوع الأب. رحم الله والدينا ووالديكم جمعة مباركة. صور مع شباب الباطن والله كفو يعزمونك أول مرة يشوفون شو صار. خذوا أغراضكم أنا معاهدكم بالله أن خصم من الراتب. أخذوا ما علي زكريا الحبير رسال والله 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 ما اخذ البصل لعبوا كذا بتاكله كله هذا اكل انت لعبوا كذا ما اخذنا على بيوتنا ها باتشل باتشل ايه زين زين روح روح الله يلعن من عرفني عليك ما اخذناه في البيت ذا روح روح لعبوك ما خذيت الصغير اخذ الصغير تكفي يا رجال عقب يا رجال والله هذا لازم تقعد معه انا معاهدك بالله خصمه ان خصمه من الراتب غير اخذ واخذ شيل شيل يا خالد على حساب بهاج شيل يا خالد شيل شيل يا خالد خذوا هو يطبق اللي ما اخذ البيت الا من حبه هذا منطبق حط 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 هذا كبير اني والله داري. زكريا انت اكل هذا سمك اكل ان شاء الله في العافيه يا الله يا الله ما اخذ بالعافيه
مرقي دجاج. ايه حطه سالم بعد، خذ يا نمده سالم، خذ. طلق انت حاسبه؟ ما كثرت طلق انت حاسبه، خل ما كثرت ولا غيره. يا مرحبا ومسهلا يا جماعه. مرحبا بكم طيبين. الله يبارك الله يبقيك، مرحبا بكم جميع. يقول الشاعر محمد بن سياف الصاري رحمه الله عليه واموات المسلمين، الطيب لا تستغرفه من هذا الطيب اللي لهم في منهج الطيب خبره. الله يحييكم. طبعا اليوم الربع عندنا اعلان لبراند نفحة عود، عندهم اربع انواع العودة، عود المروكي الكينج، وعود محسن تايجر، ودقة العود الكمبودي، وكليمنتان العود الازرق. وبنطيب الحوات الغانمة هذولا وبناخذ رايهم. ما عليك زود، وفيه وحظك يا ابو محمد. وفيه ايضا عندهم من المباخر، وعندهم اكثر من منتج. طبعا يا الربع بنجربها وناخذ راي الشباب. هذه العوده سمي ابو عايض. طبعا فيها اكثر، عندهم مباخر انواع واشكال، وعندهم دهن عود، وعندهم اكثر من منتج، يعني مهم غير المنتجات هذه، فيه مباخر ايضا شعر، فيه كلش. بنوريكم الان عن طريق الموقع. ويا مرحبا يا فايز. مرحبا، ترحي في المطر. مرحبا بك في ذمتي، تستاهل الطيب يا ابو حي. ايش رايك ابو حي؟ ان شاء الله تقعد تنشق على الضيمان. هذه تنشق على الضيمان. طبعا التايجر يقول شو اسمه، جربنا المروكي الكينج، الحين بنجرب التايجر. رايكم يا شباب في عاد الرجال ذا عذاب العودة؟ عذاب العودة. سم طيب، ايش رايك فيها؟ طيب حظك والله يا فنان يا محمد، ما يجي من كل فعل من طيب. تعال ابوك الجنة. ايش رايك ابو عاد؟ ان شاء الله تقعد تنشق على الضيمان. هذه تنشق على الضيمان. طبعا التايجر يقول شو اسمه، اللي ما يعرف العودة بيعرف ان التايجر افضل اكله. عزيز انك انت يا ابو محمد تحب العودة واجد، تفهم فيها واجد. تايجر رقم اثنين بعد المروكي. المروكي ون كيف المروكي رقم تايجر؟ انا زني في دهن العود، دهن العود ما اسمع فيه ولنا فيه يعني، اما العودة دي ما نبي. انت ما شاء الله عليك مطلع عليها ادق التفاصيل. جرب ربي يطيب حياتك. الربع هذا هو الموقع نفحة عود، عندهم المباخر ودهن العود والدخون واخرى والعروض والعود. احنا بندخل طالت اعماركم دالحين على المباخر. شوف هذا دخلت على المباخر طال عمرك. شوف هذه مبخرة سيفين ونخلة اللي هي هذه، شوف سعرها كم، ب60 ريال. مبخرة الكترونية، مبخرة الكترونية متنقلة قابلة للشحن، مبخرة الراس، مبخرة الشعر الذكية، أطقم، مباخر، أنواع وأشكال مثل ما تشوفون. لو جيت يا طويل العمر السلامة للعودة